السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي الكرام، مرحبا بكم في قناة مطبخ داري. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد الكاطو كيجي سهل في التحضير، ومكونات يعني بثلاث مكونات فقط. عندنا المكونات الرئيسية وهو الكاوكاو أو كاوكاو كما كتلاحظوا، فأنا حمرته كما كتشوفوا وقشرته، وغادي نحتاجوا العسل والشكلاط ويعني كويغطات فاش غادي نوضعوهم، والكاكاو والفيرميسيل كيبقاو اختيارين، يعني ثلاث مكونات رئيسيه فقط. سيداتي، وعلى عجبتكم الوصفه ما تنساوش انكم تابوناو معايا، وما تنساوش كذلك انكم تدعموني بلي لايك ديالكم. فعلى بركه الله غادي نبداو بطريقه التحضير. كما قلت انا هنايا عندي 500 غرام ديال الكاوكاو مقشر كما كتلاحظوا، عندي العسل مازال ما عارفاش شحال غادي ندير، يعني على حسب الخليط. وهنايا ايضا الشوكولاته، يعني هنايا الشوكولا انا كنستعمل شوكولا 5/5، يعني كتعجبني هذه النوعيه، زوينه ما غالياش. وغادي نحتاج فيرميسيل للتزيين، كذلك ملعقه كاكاو المر باش غادي نكسروا داك الحلاوه ديال الشكلاط، حيت غادي نديروا حتى العسل الحلوه. وغادي نحتاج كويغطات في الماغون باش غادي نوضع فيهم الكاوكاو ديالي. دابا هاد الكاوكاو هذا غادي نشدو ونهرمشو ونعاودو نطلقو. سيداتي، بعد ما طحنت الكاوكاو ديالي، فانا ما طحنتوش بزاف، يعني هما شي حبات بقاو، يعني كنقولوا هرمشناه. انا درت هنايا واحد 3 ديال المعالق ديال العسل، وغادي نخلط. عاد نقول لكم واش نزيد ولا ما نزيدش. فهاد الاثناء هادي راني رديت الشكلاط يذوب، فانا العسل مجرد غادي نجمع بها واحد الشويه، غادي نخليها مفرفش. كما كتلاحظوا حد الان قلت لكم درت 3 ديال المعالقات، يعني فانا ما غاديش نحتاج فيها العسل بزاف. مازال غادي نزيد واحد المعلقه كما كتلاحظوا، فخصو غير يبقى هكا مفرفش، مازال خصني نزيد له غير معلقه باش يشد اللون ديالو. كما كتلاحظوا غادي نزيد واحد الملعقه، على هذا الشكل هذا، وغادي نخلط. يعني على هذا الشكل هذا، فنص كيلو ديال الكاوكاو درت معاه 4 ديال الملاعق ديال العسل. كما كتلاحظوا باش كيبقى على هذا الشكل هذا، يعني ضروري يبقى هكا في نفس الوقت باش ما يجيش حلو. ف 4 ديال المعالق راه ما كتجيش نهائيا باينه فيه كما كتشوفوا. فدابا غادي نستف الكويغطات، وعاد غادي نجيب نصوب فوقهم الشكلاط اللي راني رديتو يذوب مع القليل من الزيت. غادي نشدو واحد البلاطو وغادي نستفو فيه الكويغطات ديالنا، يعني غادي نحلوهم هكا باش يجينا يجيونا يعني ساهلين فاش نكونو كنزلو فيهم كاوكاو.
كما كتلاحظوا على هذا الشكل هذا تنكمل البلاطو ديالي كامل. من بعد ما فتحت الكويرطات ديالي كاملين فانا غادي نجيب معلقه صغيره كما كتلاحظوا معايا غادي نخلط بها الخليط ديالي كامل كما كتشوفوا وغادي نبقى نعمر في الكويرطات ديالي كاملين. في الاثناء هذه راني زدت الكاكاو على الشكلاط اللي راح كيدوب على هذه الطريقة. هذه نتمنى الصورة تكون واضحة. على هذا الشكل هذا ولا نخدم بيدي باش نزرب. يعني على هذه الطريقة هذه كنعمروهم كنعمروهم كاملين بنفس الطريقة. يعني من الأحسن يجيو مفرفشين هكا. فانتوما غادي تجربوها وغادي تشوفوا هاد الطريقة هادي يعني هكا تجي مفرفشة كتجي هائلة في المذاق كذلك في المنظر. فأنا غادي نكمل بنفس الطريقة ونعاودو ونطلق. كما كتلاحظوا فأنا عمرت الكويرطات ديالي كاملين. هنا عندي الشكلاط اللي ضفت معاه القليل من الكاكاو. فقلنا الكاكاو فقط باش غادي تزول المروري يعني الحلاوه بزاف. فانا غادي نبدا نهز هكا بشويه بمعلقه وغادي نبدا نكب فوق الكويرطاس ديالي. يعني ما غاديش تشد لكم الوقت بزاف. كما كتلاحظوا معايا وغادي نشد البرميسيل وغادي نديرو فوقه. بهالطريقة هادي كما كتلاحظوا معايا فغادي نستمر بنفس الطريقة. نوضع الشوكولا مراها الفيرميسيل يعني تنصوب واحد الحبات عاد نوضع البيرميسيل غير ما تخليوش يعني تيجمد الشكله باش يبقى البيرميسيل فين يقبض باش ما يبقاش بهالطريقه هذه. فنكمل الحليوات ديالي كاملين فاش الشكلاط راه دغيا كيهبط للتحت يعني باش كيلصقو داك المكونات اللي لتحت.
سيداتي غادي نكمل المكونات ديالي كاملين بنفس اي عفوا نكمل الحليبات ديالي كاملين بنفس الطريقه. ونعاودو نطلق. سيداتي كما كتلاحظوا فانا من بعد ما صوبت ودخلت للثلاجه برد واحد الشويه يعني باش يشد راسو وخرجته، فهذا هو الشكل النهائي ديالو كما كتلاحظوا معايا. كما كتلاحظوا كيجي هائل، المذاق ديالو ولا اروع، غادي يعجبكم بزاف مع كيجي داك كاوكاو ما مطحونش بزاف، كيجي مقطع طريفات، كيجي مقرمش في الفم، كتجي الطيبه ديالو رائعه كما كتلاحظوا. نوريكم كما كتلاحظوا كيجي على هذا الشكل، هذا قطعة بالسكين عفوا. شوفوا كي كيجي من الوسط، فانا متاكده انكم فاش غادي تجربوه غادي يعجبكم وتقولوها لي في لي كومونتير. فسيداتي الوصفه ديال اليوم انتهت، نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تابونوا معايا في لاشين باش توصلوا باي جديد كيخص قناه نتوما الخضاري بالضغط على زر الاشتراك اسفل الفيديو. كذلك ما تنساوش انكم تدعموني بلي لايك ديالكم بزاف 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 بزاف, بزاف. وكنشكركم على المتابعه ديالكم، كذلك كنشكركم على الدعم اللي كدعموني بزاف في لي كومونتير. ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، وإلى وصفة أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.